تختلف أنماط الإفطار الصباحي لدى الليبيين. هنا في العاصمة صنف من الناس وهم الأغلبية يفضلون الإفطار بالبريوش والعسل والشوكولاتة مع القهوة أو الكابتشينو. البعض يزدحمون في هذا الجو الشتوي لشراء سفنز من أيدي الحاج محمد الأصفر الذي يعمل في هذا المكان منذ عشرات السنين. والله فوق من 50 سنة ولا 60 سنة، 62 يمكن. تشبح فيهم الزبائن أولادهم وأولاد أولادهم هنا قاعدين. في اللي استارد وكبر وجاب صغار وجاي قاعد ياخذ مني في السفنز. تبارك الله. السفنز من المعجنات اللذيذة المرغوبة، وهو في نظر بعض المتيمين به من الأشياء التي لا يستغنى عنها. ديما فستان جولي عمي محمد، لأن عمي محمد قديم والسفنز متاعه بجديات. السفنز معناتها قنين والسفنز كويس وطعمته حلوة، وزي ما تقول أكلة شعبية. ديما فستان نشطوا بها روحنا ونتحركوا، وأكلة معناتها معتادة من زمان. وديما متعمدين عمي محمد، لأن عمي محمد احنا كابرين في الشارع وولاد الشارع ومتعودين على طعمة الماكلة متاعه. الإفطار الصباحي وجبة مهمة في بداية اليوم المثقل بعديد المهام، وتظل مسألة الاختيار مفتوحة ومتنوعة. عبد الرحيم عطية، قناة ليبيا الأحرار، طرابلس.